ثاني وكل المكالمات دي بتاعها وفلانة وعلانة عادي يعني. واي حد هيمس احمد جمال يبقى شغال بره الاعلام. كلامي واضح، انا ضد اللي قال، مش متفق على اللي قال، بس اذا كان بتقيس بجد هتشيله من الاعلام، شل اللي فادي ده من الاعلام، ولا الكلب 100 كيل، وهي شركه واحده، شركه متحده، شركه متحده. وبعدين انت مالك قولا واحدا عمر كمال في فيوتشر، قولا واحدا فيوتشر قوم وعمر كمال قوم، قولا واحدا تاني، قولا واحدا عمر كمال في الزمالك قوم، اللي بيه عقد لنا وبين، اللي بيه عقد لنا وبين دينه، وشغل الفتوى ده اللي انتوا عاملينه ده كوم، وبقول اهو وبعت رسايل محترمه. ابعدوا فيوتشر عن لعيبه الزمالك المتعاقده، ابعدوا فيوتشر عن لعيبه الزمالك اللي لسه جايه ومضت، خلي فيوتشر في حاله، هو مش ناقص. تاني برغم ان في وليد صديق وليد دعبس واعتقد محمد حلاوه وايمن منصور، انما اللي عمال يتنطط شمير. هو انت بتتكلم بصفة ايه؟ وبعدين الاخ دياب طالع يقول لك ايه؟ عمر كمال في فيوتشر. هو انت فيوتشر ولا رابطة اندية؟ ولا قطر؟ يسلم لقطر عشان ينفذ الاحكام الآلية. حتى لو انا مختلف مع قطر 100 مرة. انما ليهم فلوس ياخدوها. واللي خد الفلوس وهرب ده هارب من هناك. بلدنا بلد محترمه، اعتقد العلاقه دلوقتي بين البلدين قطر ومصر علاقه يعني بقت وطيده ومحترمه، يتسلم. انما ده اهو ده سيف زاهر بتاع حته ثانيه. ما هو دلوقتي احمد دياب بقى في حته ثانيه خالص، دور عليه في الارض دلوقتي. وده شو بيه؟ ده مش مشكله. فاكرين